للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من السودان السفير أبا بكر الصديق الناطق باسم الخارجية السودانية. سعادة السفير، بعد التحية، الجهود السودانية تكللت اليوم بتحقيق هذه المصالحة التاريخية وعودة السيد رياك ماشار منذ سنتين لأول مرة إلى العاصمة جوبا. وسط هذه الأجواء هناك دائما تخوفات من أن لا يصمد هذا الاتفاق كالاتفاقات السابقة. إلى أي مدى تثقون هذه المرة في هذا الاتفاق ومدى صموده؟ نعم، نثق إلى حد كبير في أن هذا الاتفاق سيصمد، لأنه انبنى على حوار عميق ومكثف، ولأن من قام بإصدار الوساطة في هذه الاتفاقية هو الرئيس البشير الذي لديه صلات مباشرة وشخصية مع كلا الرئيس سلفكير ونائبه الأسبق رياك ماشار، حيث كان سلفكير كما نذكر كان النائب الاول لرئيس الجمهوريه، وكان الدكتور رياك ماشار مساعد رئيس كبير مساعدي رئيس الجمهوريه، وكلاهما لديه صفه كامله ولديه معرفه عميقه بالرئيس البشير، وكانت فتره المفاوضات فتره ممتده، وحصل حوار عميق حول كل جذور الخلاف. تمام. ونتوقع وكل العالم يتوقع والاقليم يتوقع ان يكون هذا الاتفاق، ولا شك ان الاخوه في جنوب السودان قد ادركوا ان السلام لابد ان يصير، وان لا مصلحه لهم في 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 الصراع وتبديل موارد الدوله الناشئه. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من السودان السفير أبا بكر الصديق الناطق باسم الخارجيه السودانيه.